صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل يؤخذ من قوله تعالى والله بما تعملون بصير إثبات صفة البصر لله تعالى أو إثبات العين لله تعالى؟ بلا شك أنه يثبت لله البصر من قوله والله بما تعملون بصير، يبصر ما يصدر منا ويراه سبحانه وتعالى. يقول أحسن الله عليكم: وهل تثبت العين لله تعالى؟ ثابت في غير هذه الآية، ثابت في غير هذه الآية. نعم، ولتصنع على عيني أي بمرأة مني وبحفظ مني، تجري بأعيننا سفينة نور، أي بمرأة منا وحفظ منا. نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد. إن ربكم، إن الدجال أعور، إن ربكم ليس بأعور، ففيه وصف الله بالعينين. نعم.